أنا طبعا المطالب دي مطالب مشروعة جدا، والحقيقة يعني هل يمكن إعادة هذه المباراة، مباراة النجم الساحلي مثلا، في حالة ما إذا تمت النظر في الشكوى، ولا ما أعتقدش يعني أنا ما الموضوع بيبقى أعتقدش صعب؟ ولكن هي الأمور، أنا شايف الأمور المرة دي فعلا لازم يبقى في وقفة كبيرة في الاتحاد الأفريقي. السنة اللي فاتت كابتن إسلام دوري الأبطال باظ، عشان نتكلم صح، نتكلم بصراحة. صح، والتحكيم الأفريقي يعني أنا بصراحة لغز كبير، التحكيم الأفريقي بيتقدم خطوة، يعني يتقدم خطوة ويرجع 10 خطوات الحقيقة. وانا سمعت الكابتن سيد وهو بيتكلم، الحقيقه برضو علامه استفهام كبير. النهارده لو قست اكتر فرقه واخده مثلا بطوله افريقيا هتلاقي النادي الاهلي. النهارده انا بشوف فعلا في مباريات بتعلق حكام كبار، يعني هو الكابتن سيد قال جوميز كان في مباراه الترجي وفي الرجاء والوداد. اذا قلت النجم والاهلي الحقيقه انا قبل المباراه ديت، انا قبل المباراه وقبل ما يحصل الاحداث ديت، انا فوجئت بالحكم، لان المباراه كبيره، الاهلي المصري والنجم الساحلي ده فرقتين كبار، لازم اجيب يعني اكبر حكام. مع اي حكم معرض انه يخطئ، ولكن انا النهارده الحكم خد قرار من بدايه المباراه، هو خلاص قرار غريب جدا. هو تقريبا السبرنت اللي خده كان عايز يخس شويه، فاخد السبرنت بدري بالظبط. خلص كمان ايه يعني، خلاص هو خلص الماتش من الدقيقه 13. انت يعني القرار ده، لان انت النهارده بتلعب فرقه، النهارده بتلعب 10 بره ملعبك لمده اكتر من 80 دقيقه كابتن اسلام. فالحقيقه لازم وقفه كبيره في الاتحاد الافريقي، مراعاه المباريات الكبيره ديت، وهم لازم يرجعوا يشوفوا نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت، ولازم الامور يبقى فيها اهتمام اكتر من كده يعني. اذا مطالب عادله. طبعا مطالب مشروعه، لان الامور الحقيقه الامور في افريقيا نفسنا، لان انت عارف دوري الابطال بقى وافريقيا بقى فيها كوره وبقى فيها لاعبين. بس يا كابتن ما ينفعش ان انت في ظل انديه كبيره جدا، مش النادي الاهلي وغيره وغيره وغيره، انديه كبيره جدا في افريقيا بتدفع ملايين الفلوس علشان تجيب تستقدم لاعبين وتستقدم مدربين عشان تقدر تكسب هذه البطوله، عشان تروح كاس العالم للانديه، عشان يظهر الوجه الحقيقي للقاره الافريقيه من خلال كاس العالم. انت لو عنده وتبوس كده بالظبط. انت بقى لو عندك، انت لو عندك اتحاد افريقي، انا شايف بقى يعني انت عايز تنجح مسابقتك زي ما حضرتك بتقول يا كابتن سامي، والقصه واللاعبين وكان عايز تنجح مسابقتك بقى. والله لو انت زنقت في مباريات كبيره، استعين من الاتحاد الاوروبي. ما الاتحادات بتتعاون مع بعضها. لو انت عندك مباراه وانت ما عندكش الحكم المناسب، ما ممكن تستعين، يعني الاتحادات كلها بتتواصل مع بعض، يجوز ان انت ممكن تستعين بينهم وهم مش هيرفضوا اكيد يعني. ممكن تستعين لو انت في مباراه مش لاقي لها حكم على قد المباراه، ولكن حاجه غريبه، حكم يحكم مباراه الفرقتين ورا بعض، ماتشين ورا بعض، برضو دي غريبه جدا يعني. بصراحه في حاجات بتحصل في التعيينات في التحكيم الافريقي غريبه جدا يعني. قرار اللي اتخذ في مباراه الاهلي ده قرار سهل جدا. لا هو غريب، هو غريبه من ناحيه قانونيه ولا اداريا؟ اداريا طبعا يا كابتن اسلام، اداريا غريبه جدا. وبعدين يعني انت قرار الحكم اللي خده ده قرار، الدنيا مش صعبه يعني. الفرصه الواضحه واضحه ليها اعتبارات، ولا ليها اعتبارات. اذا فقدت اعتبار من الاعتبارات خلاص، انت خلاص، انت كحكم دولي يعني الحاجات دي كلها معاك، والدنيا يعني انت حافظ الكلام. مش بقول انت قرار مثلا قرار صعب، ده مش قرار صعب، لان انت دي فرصه واضحه، معروف 1 2 3 4، عندك شرط مش موجود خالص. فانت ازاي النهارده الكره لسه في السماء وهو لا بيحصل عندك حاجه تانية. عندك حاجه يعني الامور بالنسبه لك، قصدي اقول لك بالنسبه للحكم سهله. فكونك انت لما لعبه صعبه بنقف مع الحكم بنقول اللعبه كانت صعبه، لكن انت قدامك لعبه سهله وفي نص القانون بالعكس دي تعليك بالظبط. لا ولا ولعبه سهله وبعدين بتاخد قرار خطا، لا ده علامات استفهام كبيره يعني. تمام. لازم فعلا الفتره الجايه يبقى في وقفه يعني مهمه جدا، وقفه مهمه جدا. وانا يعني كنت متخيل ان يبقى في وقفه بعد نهايه دوري الابطال السنه اللي فاتت، جت بطوله افريقيا لكن من الواضح ان مش كويس، لكن لازم يبقى في وقفه كبيره يعني. عموما بكره ان شاء الله في ملعب الاهلي هيكون مع